طيب هأجل كلامي عن سيمفونية الرائعة اللي أداها النادي الأهلي النهاردة، لكن هنكمل مع واحد من نجوم النادي الأهلي، ودايما بقول عليه نجم لأن هو كان نجم في الكورة، أنا كنت بستمتع بيه في الكورة، كان لعيب جامد قوي قوي. كابتن سيد حفيظ أهلا بيك. يا كابتن مهيب ازيك انت؟ الحمد لله منور الدنيا حبيبي. أنا سخن شوية لأن فايلر يعني عارف إيه مكيفني، يعني دماغي منونة من فايلر، لأن الراجل ده ناس كتير جدا انتقدته من قبل ما تشوفه، وده كان غير صحيح ومش موجود في عرف كرة القدم. يا الحمد لله طبعا على كل شيء، انت عارف ان بيبقى في يعني بعض الكلام وبعض التصريحات، لكن في النهايه انت بتشتغل على ارض الواقع وارض الحقيقه اللي بتشتغلها، وبتشتغل على فرقتك، والراجل اعتقد ان هو من اكثر الحاجات المميزه دايما ان هو ما بيعديش اي حاجه خالص في التفاصيل الصغيره. ايوه سواء كانت على المستوى الفني او خصوصا على المستوى الجماعي من اداء الفريق، هو عنده نمره واحد، نمره واحد بالنسبه له هو التيم، نمره واحد بالنسبه له هو الفرقه بشكل جماعي، تحركات محدش يستلم من الحرق من السوري من الثبات ابدا، محدش من وضع ثابت، لازم كله يتحرك ايا كان البوزيشن اللي انت فيه، المهم يبقى الشكل التنظيمي موجود. يعني حتى ده اكبر دليل على كلامي ده الجول الاولاني اللي جابه رمضان صبحي، يعني اجايي بينزل فرمضان على طول بيكمل في الحته اللي هي يعني سابها او تركها جوني اجايي. يعني فالعمل الجماعي، التحرك الدائم في الماتش، الوقفه التنظيميه في ايا كانت نوعيه المباراه، سواء كان على المستوى الهجومي او المستوى الدفاعي، المهم ان يبقى في واحد في البوزيشن ده موجود، مين هو مش مشكله، المهم ان البوزيشن يبقى مليان. طيب كابتن سيد، انت عارف لما بيجي مدير فني بطبيعه فايلر، وراجل يمكن عمل روتيشن في وقت قصير لعدد من اللعيبه كتير جدا، عليك دور مهم جدا 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 جدا، لان في لعيبه هتقعد على الخط شويه واللعيبه دي ممكن تكون نجوم، فازاي تقدر ان انت تتكلم مع اللعيبه الكبار في النادي الاهلي على وضعيه ان هم ممكن يستحملوا يقعدوا ماتش واثنين وثلاثه على الدكه؟ بص، احنا بنحط مفهوم الاول، وده للناس الجديده والناس القديمه والناس الصغيره والناس المتوسطه والناس اللي لسه منضمه والناس اللي هي يعني جايه من فرق ثانيه وبيبقى في تعاقد مع النادي الاهلي. الاساس والعنوان ان هو الاهلي هو النجم، الاهلي باسمه ومكانته وتاريخه، فالفرقه هي الاساس، اي حاجه بعد كده بتبقى حاجه شخصيه، الحاجه الشخصيه دي ممكن تتحل ما بين يوم وليله، ممكن نتكلم فيها، ممكن يبقى في اداره حوار بيني وبينك ما فيهاش مشكله خالص، لكن اي حد بيشتغل على عكس الفرقه وعلى عكس مصلحه الفرقه هنا بتبقى المشكله. واعتقد ان شخصيه اللعيبه كلها بما فيها اللي جايه وبيساعدني في كده اللعيبه الكبيره تحديدا، يعني الحمد لله كله بيندرج تحت اسم ومصلحه النادي. لكن انت بتلعب كوره مهيب وانت عارف كويس طبعا، بتلعب كوره في وضع طبيعي جدا، ممكن يبقى في واحد يعني حاسس ان هو ممكن يلعب النهارده ما بيلعبش، وضع طبيعي ان هو ممكن يبقى متاثر شويه، ده اتقبله واتحمله مفيش مشكله خالص ابدا، لكن في اطار معين اللي هيعديه واللي هيتجاوزه لا، هنا بتتكلم بقى على مصلحه الفرقه، لان انت هتبدا تلمس في نظام الفرقه، ومفيش حد يسمح ابدا ان حد يبدا يتكلم في نظام الفرقه. طيب